واصل المارد الأحمر استعداداته لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز بعد غد الجمعة. وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق الميران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحلة الحالية. وقام كولر بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات الميران الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاث فرق مصغرة. أعلن النادي الأهلي عن موعد بدء المرحلة الثانية لاختبارات الناشئين بالمحافظات، حيث تقام في محافظتي بني سويف وأسيوط بدءا من 25 والثامن 28 من يونيو الجاري على الترتيب. وتبدأ عملية بيع الاستمارات للاختبارات في محافظة بني سويف اعتبارا من 22 من يونيو الجاري في 1 ظهرا بمركز التنمية الشبابية شرق النيل. وتقام الاختبارات بالمركز بداية من 25 وحتى 27 من يونيو. وفي محافظة أسيوط تبدأ عملية بيع الاستمارات اعتبارا من 25 من يونيو باستاد جامعة أسيوط، وتقام الاختبارات على استاد الجامعة بداية من 28 وحتى 30 من يونيو. أصبح منتخب العراق الشقيق المنتخب العربي الوحيد في قارة آسيا الذي تأهل للدور النهائي بالعلامة الكاملة بعد أن اختتم مشواره في التصفيات الأسيوية المزدوجة بالفوز على فيتنام بثلاثية، ليتأهل إلى كأس آسيا 2027 وأيضا إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وفي جعبته 18 نقطة من 6 مباريات، إذ سجل 17 هدفا بينما تلقت شباكه هدفين فقط. كشفت تقارير صحفية عن موعد تقديم الدولي الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد في ريال مدريد، وذلك بعد توقيعه على عقود انتقاله رسميا مع الفريق الملكي قادما من نادي باريس سان جيرمان. ولم يستطع النادي الإسباني تقديم لاعبه الفرنسي الجديد في ملعب سانتياغو برنابيو إلى جماهير النادي الملكي بسبب تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لبطولة يورو 2024، ومن المقرر تقديم اللاعب يوم الثلاثاء 16 من يوليو المقبل. ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الإبقاء على إيريك تين هاج المدير الفني للفريق في الموسم المقبل. وذكرت التقارير أن إدارة النادي ستدخل في مفاوضات معه لتمديد تعاقده في الفترة المقبلة رغم الموسم الباهت الذي قدمه مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، فإنه اختتمه على أفضل وجه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه 2-1 على جاره اللدود مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة العريقة. أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع تياغو موتا مدربا للفريق خلفا لماسيميليانو أليجري. وذكر النادي في بيان له: يسر النادي أن يعلن عن تعيين تياغو موتا مدربا جديدا للفريق حتى 30 من يونيو 2027. بدأ موتا مسيرته التدريبية عام 2018 وبدأ من فريق الشباب في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي أنهى معه مسيرته كلاعب. أعلن نادي لايبزيغ الألماني تمديد عقد المهاجم الواعد السلوفيني بنيامين ساسكو حتى عام 2029 ليقطع الطريق على عدة أندية تسعى لضمه من بينها أرسنال ومانشستر يونايتد بعد موسم أول ناجح رفقة الفريق الألماني منذ انضمامه الموسم الماضي. وسجل ساسكو 14 هدفا في 31 مباراة.